مساكم الله بخير وحياكم الله في حلقة جديدة وآخر الأحداث الرياضية في برنامجكم اليومي الدوانية. اليوم الثاني للجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يتشبث فيها الاتحاد بالبقاء في المحترفين بنقطة الفتح، والذي خسر بتلك النقطة فرصة كسب المنافس ولم يعد بينه وبين مراكز الهبوط سوى نقطة. أما الفيصلي يشعل المقعد الآسيوي ويهز مقعد الوحدة بعد أن هز شباك والاتفاق بالاتفاق لجل النقاد والفنيين أن العمل الفني بقيادة العطوي من بعد العودة متطور، والدليل حصده ل13 نقطة. هذه المرة النواخذة أغرق الغارق بهزائمه المتتالية التعاون وبهدف وحيد، فالطعن في الميت حرام. وعن قمة لقاءات الجولة، الأهلي والشباب لم تعبر المباراة فنيا عن أي قمة فنية، وبشهادة العزيز فهد العتيبي قمة إعلامية فقط، فخرجت بتعادل إيجابي. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، واللي أسعد بوجوده معي في الحلقة أبدأ بالناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ طلال الشيخ، أيضا الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ حسن القرني، الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ حسين الشريف، وأخيرا الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ حمد الصويلحي. مساكم الله بخير يا جماعه، سعيد اليوم بوجودكم معي في الحلقه. قبل البدايه دائما يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وايضا عبر حساب القنوات السعوديه الرياضيه للاطلاع على اخر اخبار الدوري السعودي، ويسعدنا ايضا مشاركتكم معنا في هاشتاج الديوانيه واللي يكون دائما ظاهر معك اسفل الشاشه. قبل ما ندخل على المباريات نروح لخبر مهم جدا، حيث بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة سبل تعزيز الحراك الرياضي بالمنطقة وممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع وتطوير المستويات لتحقيق التميز في عدة رياضات تحقيقا لأهداف برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030. وأبدى الأمير جلوي بن عبد العزيز جاهزية المنطقة لفتح الأفق لرياضات جديدة تتلائم مع تضاريسها المتنوعة، من بينها التزلج على الرمال في صحراء الربع الخالي وعروق بني معارض وصعود المرتفعات بالسيارات الجبلية في جبال بدر الجنوب. وناقش سموه بعض التحديات التي تواجه الرياضة في المنطقة تتعلق بالدعم والتطوير وإنشاء بعض المنشآت، فيما أكد سمو وزير الرياضة عزم الوزارة للمضي في صناعة منتجات رياضية متعددة تشمل العديد من الرياضات التي تسعى الوزارة نحو نشرها بمساهمة فعالة ومنتظرة من قطاعات المنطقة كافة. وعلى صعيد متصل، عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اجتماعا برؤساء أندية منطقة نجران خلال زيارته للمنطقة، وجرى خلال لقاء سموه مع رؤساء وممثلي الأندية الوقوف والاطلاع على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية في المنطقة بشكل عام وفي الأندية بشكل خاص، بجانب الاطلاع على أهم العراقيل التي تواجهها الأندية وطرق حلها للرقي بالعمل المؤسساتي وتطبيق أهم معايير الحوكمة في المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة. كما التقى سمو وزير الرياضة عددا من شباب وفتيات منطقة نجران، حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم وتبادل معهم الأفكار التي من شأنها الارتقاء برياضة المنطقة، بالإضافة إلى الهوايات والرياضات المفضلة التي يفترض العمل عليها لتلبية احتياجاتهم. طيب خلينا نروح على هذا الموضوع مع الأستاذ طلال الشيخ، يعني زيارة مهمة، أولا اهتمام من أمير المنطقة، اهتمام من سمو وزير الرياضة في هذا الموضوع وما يخص المنطقة، في تفاصيل كثيرة على مستوى المنطقة، رياضات جديدة، تكلم على لقاء أيضا مهم مع شباب وفتيات المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أنه لقاء هام يأتي ضمن اهتمام سمو وزير الرياضة بجميع الرياضات، وهو شيء ليحقق هدف ورؤية 2030، وهو شيء أيضا اللي شاهدناه وبشكل كبير جدا خلال العام المنصرم في رياضات مختلفة في مناطق مختلفة من المملكة. بالتأكيد أنه منطقة نجران أحد أهم المناطق
في بلادنا الحبيبة والتي تتمتع بتضاريس تميزها لنشاطات معينة. شفنا حرص أمير منطقة نجران زي ما جاء في الخبر التأكيد على التزلج على الرمال، على رياضات التسلق بالدبابات أو السيارات الجبلية. هذه من الأشياء اللي تميز المنطقة، فهنا استثمار لكل قوة في المنطقة، لكل قوة سواء من تضاريس، من قوة بشرية، من وهذا ما نشاهده في الأمير عبد العزيز بن تركي خلال العام الماضي، رياضات مختلفة، رياضات متعددة، مسابقات دولية في مناطق متعددة زي ما شفنا سباق السيارات والمناطق اللي دار فيها، شفنا نشاطات كثير. صحيح. ولم تكن كلها في منطقة واحدة، يعني لا، كانت حسب ما يتوافق مع الرياضة ومع المناطق. من غير الجيد استثمار مناطق لا تساعد على مصلحة رياضات معينة أو تساهم في إنجاحها. ومن المميز جدا اختيار مناطق لرياضات معينة، يعني اليوم في التوسع والانتشار في الرياضة للجميع، في المشاركة، في شيء جميل اللي قاعدين نشاهده من الأمير عبد العزيز ومن فريق عمله، بأنه في كل منطقة يحاولون استثمار طبيعتها وخصوصيتها للرياضة اللي تناسبها. كل الدعوات سواء فيما يخص هيئة الرياضة أو فيما يخص منطقة نجران بالاستثمار الأمثل والأجمل لكل إمكانياتنا سواء البشرية أو الجغرافية أو الإمكانيات الرياضية والدعم الكبير والسخي من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين. أبو عبد الرحمن، خلينا نروح معك على الجزء الثاني في الخبر بعد الالتقاء بالتقاء وزير الرياضة بسمو أمر المنطقة. وزير الرياضة التقى أيضا بالأندية، رؤساء الأندية، النشاطات الرياضية اللي موجودة فيها. صحيح. أولا بدون شك أن زيارة سمو وزير الرياضة إلى منطقة نجران تعتبر هي بمثابة الاهتمام الكبير اللي توليه الدولة حقيقة لجميع مناطق المملكة. نجران عزيزة جدا، وكما ذكر أبو تركي هي التضاريس والمناخ اللي فيها، أمير المنطقة فيها، أندية فيها، فيها عدد من المناشط تحتاج فعلا إلى أن أن يزورها أو أن يقوم بزيارتها المسؤول. أنا أعتقد أن الزيارة لها أهداف كثيرة، من ضمنها طبعا تنفيذ رؤية المملكة 2030، برنامج جودة الحياة، وهذا المنتج اللي هو نتحدث عنه في مدينة نجران أكيد أنه بيكون محل اهتمام المسؤول ومهتمام أيضا شباب المنطقة بالتأكيد، اللي هو اجتمع فيهم أيضا سمو الأمير وأيضا اجتمع برؤساء الأندية. وبالتالي أنت أمام برنامج منظم للذهاب إلى منطقة نجران لمتابعة عدد من المناشط، لمقابلة أمير المنطقة، لمقابلة شباب المنطقة، أخبار تتحدث عن مدينة رياضية أيضا في المنطقة سيتم افتتاحها، كل هذه الأحداث الرياضية اللي ستتم في منطقة نجران بالتأكيد أنها جديرة حقيقة بأن يكون على قمة الهرم سمو الوزير موجود. صحيح. ومتابعة لها وأيضا مفتتحها وأيضا قريب من الشباب. أنا يهمني بدرجة أولى أيضا حتى اجتماع برؤساء الأندية، لأنه منطقة نجران حقيقة قدمت لنا أندية جميلة صراحة، وخصوصا صحيح. نجران لا يمكن لأحد أن ينسى صولات وجولات هذا النادي في دوري المحترفين، ونجوم حتى أندية ونجوم وأيضا نجوم معاه وانتقاله، وبالتالي أنت أمام أيضا مناقشة للهم اليومي لهذه الأندية في دوري الدرجة الأولى والدوري الدرجة الثانية. وأيضا المنطقة عزيزة كونها في الجزء الجنوبي من المملكة ومتاخمة حقيقة، أن تحظى بهذا الدعم وهذه المتابعة. أيضا هذه مسألة لا يمكن إغفالها من أي متابع رياضي أو مشاهد سعيد. أيضا بالرياضات اللي ذكرت في البرنامج كتضاريس في المنطقة، وهذه أيضا مسألة تحتاج حقيقة الوقوف، كونه فعلا في بعض الرياضات في بعض المناطق لا تتوفر في مناطق أخرى. اهتمام أبناء نجران بهذه الرياضات وتطويرها وأيضا الوقوف عليها من قبل المسؤول ودعمها بالتأكيد أنها ستكون حافز لأبناء المنطقة وفرص كبيرة أيضا للمستثمرين في المنطقة أيضا للوقوف إلى جنب إلى جنب المسؤول في صناعة أيضا رياضة حقيقية وجديدة، ويعني تحظى باهتمام الشباب وتشبع نهمهم بالنسبة لمتابعة الرياضات. حقيقة أكيد هذه التفاصيل كلها زي ما ذكرتوها طلال حسن تفاصيل مهمة. أنا شدني في الموضوع أنه سمو وزير الرياضة يتحدث مع الشباب وفتيات المنطقة، اليوم أنك الوزير يستمع لهذه الآراء أعتقد خطوة مميزة
وراح تأتي بثمار كبيرة لما تسمع كل ما يطرح في هذا الاتجاه من هؤلاء الفتيات والشباب اللي عندهم اهتمامات وعندهم تفاصيل كثيرة. خطوة حقيقة أشكر شكر جزيل سمو وزير الرياضة على هذا الموضوع، على اهتمام أكيد بالمنطقة واهتمام سمو أيضا أمير المنطقة بالمنطقة والعمل الرياضي والحراك الرياضي اللي موجود فيها. خلينا ندخل احنا على مبارياتنا ونروح على الجولة 28 اليوم الثاني في الجولة، ونروح على مباراة الأهلي والشباب ونتذكر المباراة رغم المستوى الفني اللي كان يعني ما هو يتناسب مع حجم مباراة الأهلي والشباب. نتذكر المباراة بصوت الزميل فهد العتيبي. خوانكا يغير اتجاه اللعب بروعة على الجهة اليمنى، محاولة باتجاه آسبريا تمريرة بين حمدان، خوانكا بكرة، الله يا ولد. عادت في الجهة اليمنى عبد الفتاح مر والتمريرة كرة جول. يا عيني يا عيني طيب خلينا نروح معك احمد صويحي على هذه المباراه. ببدا من عندك، الشباب والاهلي هي في الجوله، هي قمه الجوله، ولكن فنيا يعني مثلا تابعت العزيز ابو فيصل فهد العتيبي وكان يتكلم عن المباراه انه فعلا هي قمه ولكنها قمه اعلاميه، على المستوى الفني ما ظهرت بالجوده الفنيه الكبيره، خصوصا انه مثلا الاهلي على المقعد الاسيوي يعني عنده اهتمام بهذا المقعد، وكانت المباراه اليوم حتخدمه كثير. صحيح، انا كنت اتوقع انها تكون مباراه اقوى من اللي ظهر من الفريقين بشكل عام، يعني ما هو فقط للشباب او للاهلي مثل ما ذكرت. مباراه كانت ممله صراحه على 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 المستوى الفني يعني ما كان فيها اثاره، ما كان فيها اداء عالي. حتى طيب يقول لك احد ترى من بعد العوده والمباريات كانت حتى الله يذكر الحين بيقولها ترى سبقتها انا قاعد انتظرها منه. قول بس انا اقول لا، في بعض المباريات خصوصا شوف أنا بعد ما حسم الهلال الدوري أو حتى قبل حسم الهلال الدوري أنا أشوف في دوري ثاني تحت في فرق المؤخرة في حماس غير طبيعي في المباريات، لدرجة أنه مثلا اليوم أنا كنت حريص على أني أشوف طبعا جميعهم إن شاء الله فرق كبيرة، بس أنا أتكلم أنه في الترتيب يعني حرصت أني أشوف الاتحاد مثلا والفتح، لأن أنا بالنسبة لي أعتبرها اليوم كانت أقوى من الشباب والأهلي. فارق الطموح بالنسبة لأنه فريق يبقى في دوري الممتاز أو أنه يشارك في آسيا، أنا أعتقد أنه لا يعني المعادلة تصب في مصلحة أنه من يبحث عن البقاء في الدوري أهم من أنه من يشارك في آسيا، خصوصا أن الأهلي لا زال ترتيبه جيد في الناحية حتى لو كان يعني في فرق تنافسه. برجع على المباراة، أنا طلعت على المباراة عشان يوم قلت لي أنت أنه طلال بيقول لنا الحين أنه أنا ما قلت شيء كانت الممل... بتقول الحين زين في المباراة والله يعني أنا أتفق مع الله يذكره بالخير زميلنا فهد العتيبي لما قال المباراة، يعني حتى هو قال إنه أنا أبغى أعلق على المباراة يكون فيها حماس يكون فيها شيء للمعلق، فيمكن ما فيها إلا هالهدفين. هو يمكن انتقد أول شيء مس على الزميل فهد من المعلقين الرائعين، لكن ايضا هو لا تختلف معي هي لكن لا حبيبي لكن لا اقصد بعض المبالغه الاعلاميه مطلوبه يعني زي المعلق مثلا الزميل فهد كواهم احرقهم تطلع جميله احيانا هي فيها مبالغه لكن مطلوبه قبل مباراه اهلي وشباب. اتفق تماما المستوى الفني ما كان جيد اليوم بالتاكيد، يعني اوكي ظروف الفريقين الغيابات الكبيره، كنت اتوقع الاهلي لا ترى ابو تركي انا يعني ابني لا صحيح يبني على الظروف، انت اللي تتكلم عنها الظروف كانت المفروض تعطي المباراه وهج اكثر. شوف الشباب اصبح يعني داخل المباراه لا عنده فرصه في الرابع المقعد الاسيوي صعبه جدا. الاهلي الان في خطر المقعد الاسيوي. الاهلي لما ترجع الجدول الدوري وباقي مباريتين لا الأهلي في خطر، يعني كنت أتوقع أن يكون في إصرار أكثر. الأهلي شاهدته يمكن 25 دقيقة الأخيرة من الشوط الأول سيطر تماما وسجل هدف 38 وكان بإمكانه تسجيل هدف ثاني في نهاية الشوط. بعدها رجع الشوط الثاني كنت أتوقع الأهلي واصل، تفاجأت بوضع الأهلي لكن أكيد الغيابات لها دور. أتفق مع حمد الصراع والإثارة وليس المستوى الفني، الإثارة في القاع
وأيضا على المركز الرابع في مباريات شفناها مثيرة وليست جميلة فنيا. طيب حسين الشريف عن الأهلي والشباب. والله أنا باختصرها بجملة بسيطة. طبعا غابت تصريحات خالد البطان فغابت مباراة الأهلي والشباب. ما شفت أنا صراحة شخصيا ما شفت اليوم مباراة يعني تليق بالأهلي وتليق بالشباب. مباراة أشبه بمباراة يعني لعيبة يلعبونها بدون اربط لي ربطني خالد البطال اللي اخذته انت المنافسه الفني. اللي بين الاهلي والشباب احنا ترى حكينا فنيا اي غابت مش علاقه خالد البطال في موضوع الفني لان انا هل خالد البطال كان هو صريحه تصنع الموضوع الفني افهم كذا لا تصنع حضور لهذه المباراه فقط هي كانت حاضره انا قلت لك الحديث كله قبل قبل الجوله ترى كان الكلام شوف خالد الشباب فاز على الاهلي في مباراه الدور الاول فاز العام الماضي لما رجع خالد الدور الثاني فاز وكان له تصريح لو تقول لي ايش تذكر في ذيك المباراه اقول لك تصريح خالد البلطان لا تذكر تفاصيل المباراه حقيقه مو تقليل الناديين انت اللي تذكر ممكن غيرك يذكر المباراه يعني هدف الدقيقه 90 اي انا اقصد ايش الان انت الان مباراه الاهلي والشباب الحاليه ما تختلف كثير عن مباراه الاهلي والشباب الدور الاول على فكره اي رغم ان فاز الشباب وهذا لكن حضورها المثير مو في الملعب وانا اتفق مع الزميل فهد العتيبي حضورها مو في الملعب هي في موسم واحد كانهم حاضرين في الملعب أو في موسمين لكن غالبية المنافسة لما خرج خالد البلطان من الساحة هذه المباراة قتلت لم يكن لا توجد هناك منافسة على بطولة باستثناء 2012 اللي كانت فيها لم في منافسة ونهاية 2014 اللي فاز فيه الشباب في افتتاح الجوهرة عدا ذلك مباراة لا ترتقي بالذات تحديد مباراة اليوم لا ترتقي لمكانة الأهلي ولا مكانة الشباب وأيضا الغيابات ربما يكون لها تأثير وأنا حقيقة الغيابات أنا شايفها ما هي مؤثرة على مستوى المباراة الأهلي غايب عنه 6-7 لعيبة من 6-7 مباريات لكن شفناه قدام الهلال قدم مباراة جيدة شاهدناه في مباراة مع أكثر مباراة مع الاتحاد قدم مباراة جيدة ممتاز إذن لا نتعذر بالغياب اللاعبين المصابين لأنهم هم من بداية 6 جولات غايبين أيه؟ في الأهلي وكذلك في الشباب أيه؟ لكن أنا أرجع زي ما ذكر أخوي حمد إن بالفعل مباراة على هامش الدوري جاية يعني قمة المباراة اليوم هي كانت الاتحاد والفتح نعم بل قمة الجولة إلى جانب النصر والهلال هذه الثلاث مباريات الناس كانت تترقبها في الجولة كما نحن نترقب الآن في مباراة الاتحاد والنصر في الجولة أنا أتفق معك في المعطيات تتكلم بس أنا أتكلم مستوى فني يعني مستوى مباراة فني هذه فيها مستوى فيها فني تفاصيل دائما مستوى فني أنا صراحة ما شفت مباراة إلا مهارة عبد الفتاح عسيري وربما تكتيك الشباب كان نوعا ما في الشوط الأول طيب أفضل طيب عبد الرحمن يقول لك غابت التصريح فغابت المباراة والله شوف انتم قلتم شيء يعني ما بغيتم تبعدوه عن الواقع انا اقول ان الدوري اصلا بدون جمهور وفي هذه العوده متوقع حقيقه ان يكون مستويات بهذه الطريقه هذا جزء قد يكون في مباراه ومباراتين فنيا حتى فنيا في مباريات حتى ما في يعني لا تربطها لكن بهالمباراه لكن تعال جيب لي شفنا مباريات كثيره كان فيها مستوى لكن وشفنا مباريات كثيره ما فيها مستويات ما في مشكله اي هذه يعني اقول لك يعني نسبه تناسب اي دوري لو تروح الدوري الانجليزي بتلقى فيه مباريات ما ترتقي بس لما تكون مباراه زي الاهلي بس بالمجمل انت كانك تبي تقنعنا بالمجمل صح لا انا اتكلم لك بعد العوده أيه؟ بعد العودة بالمجمل كل المباريات كانت سيئة أصلاً حتى على المستويات الأوروبية دائما إذا غاب الجمهور ترى هو أحيانا يصنع الإثارة والجوانب الفنية أكثر من غيره مباريات أيه؟ بدون جمهور أيه؟ ومباريات تحصيل حاصل وما أنت محصل فيها فرصة بالعكس يعني أنا أشعر أن المستويات بعد العودة لم تكن جيدة وهذه حقيقة يعني يجب أن نؤمن فيها يعني تخيل أنه مثلا زي النصر والهلال أول مباراة ودوري تنتهي 4-1 بس مو بلا مباراة أول وثاني أنا أقصد في جاب يعني في غير عنده دافع المفروض في جاب يعني أنا أقصد في جاب حتى النصر كان له فرصة ذيك هذا أنه يلحق ويقلص الفارق صحيح وخسر 4-1 بس ما تمل الجانب الفني موجود في بعض المباريات صراحة اللي يكون فيها تنافسية في تقارب لكن إجمالا كان في إثارة كثير من المباريات أنا أعتقد أنه في فرق كبير أمس يعني أبا وضمك قبل الدوري الأهلي وبعد الاستئناف يعني اللي يقارن أثناء بداية الدوري ومنتصفه وقبل التوقف ما يمكن يقارنوا حقيقة بالمستويات الحالية لكن إجمالا الأهلي والشباب تحديدا أنا أعتقد مهم صحيح أنه الغيابات متأثرة إذا كان كل مباراة ندخل بتشكيل مختلف وبسمة مختلفة متى ينسجم هؤلاء اللاعبين متى يقدرون يؤدون سواء في النادي هذا اكيد انه يؤثر الحاله البدنيه بس في نقطه تسمح لي يؤثر حتى المدرب بطيك. حتى المدرب يعني تخيل انه يلعب بالظهير الايسر في ظل اصابه 4 أو 5 سنوات في الفريق اكيد انها مساله بتاثر على المستوى الفني طيب. ورغم ذلك
كان حافز الأهلي في المباراة أحسن، والأهلي فنيا كان أحسن في المباراة، أنا أعتبره أحسن وضيع فرص كانت قابلة للتسجيل أكثر من الشباب. طيب الشباب فعلا لعب بهدوء، حصل هدف كان هادي في ملعبه، أيه. تهديد أصلا ما كان موجود، الأهلي سيطرته على المباراة أكثر، فرصه كانت أكثر، ليس صحيح أنه ما في إلا فرصة فتاح، كانت في سيطرة وكان في فرص كثيرة ضاعت. أنا قلت متعة كابتن عمر فقط في المباراة، وكانت أيضا من الكابتن عغريب، وكانت أيضا في كرة في العارضة من هذا، وشهادة النقاد اللي كانوا يحللوا المباراة متابعينها. نعم. ذكروا هالكلام أنه في سيطرة للأهلي على المباراة، لكنها ليست سيطرة كاملة، لكن فنيا أنا أتفق المباراة لم ترتقي صح. بسبب أنه حتى الأجواء ترى يعني ترى اللعب في الجوهرة ترى يعني شيء ما هو بسهل. والله صحيح الجو حار في الملعب والرطوبة عالية، حتى اللاعب اللي عنده محاولة أن يسوي شيء ما يقدر يسوي شيء. تسمح لي أبو خالد بدليل المباريات في الجوهرة، دليل المباريات في الجوهرة أغلبها كان مستواها الفني طيب. إذا استثنين الهلال والأهلي زين أوكي بعد. أنا أختلف مع سريع. عبد الرحمن سريع سريع عشان بروح بس المادة. الأهلي عنده مشكلة في الفريق، الأهلي يلعب جسد بلا روح، يعني لو تجاوزنا مباراة الشباب ورحنا مباراة ضمك أيضا الأهلي تشعر أن فريق يلعب بدون روح في المباراة. الأهلي كفريق منذ من العودة وتشعر كأنه اللاعبين زي ما ذكر المدرب في تصريح سابق. طيب حلو المدرب غير المدرب عشان خليك تبني كلامك على حديث المدرب. نشوف مدرب الأهلي فلادان، نتحدث عن الزميل عبد العزيز الجمعي. I think in the first 15 minutes we don't control the game, but after in the 15 minutes we are control the game. في أول 15 دقيقة ما كان في سيطرة على المباراة، لكن بعد ال 15 دقيقة الثانية كان في سيطرة مننا على مجريات المباراة. And of course I'm very satisfied and I give the congratulation for my players because they give the all. راضي تماما على اللاعبين ويبارك لهم لأنهم أعطوا كل شيء داخل الملعب. But I think we are in the team who in the this moment play with very last players. We have out of the team and many players and the foreigner and players who is the injury and I'm satisfied with this guy. طبعا الفريق حاليا ينقص عناصر كثيرة او لاعبين كثير في الفريق، منها اللاعبين اجانب اسماء كثيرة متغيب عن الفريق، ولكن راضي تماما عن أداء المجموعة اللي قدموا اليوم. Of course first I never talk from the players who don't play. طبعا ما يتكلم نهائيا عن اللاعبين اللي ما يشاركوا وما لعبوا. This is not my problems. هذه ما هي مشكلة تخصهم. They are professional players. هم لاعبين محترفين. They have the contract with Al Ahly. عندهم عقود مع النادي الأهلي. And why don't return back? I don't know. And don't care. وما وسبب عدم رجعتهم ما يعرف المدرب ولا هو مهتم. I they work with Al Ahly. I love the Al Ahly. يشتغل للنادي الأهلي ويحب عمله في النادي الأهلي. I love so much these players who I have. ويحب المجموعة اللي يشتغل معاها today, اللاعبين today with in the bench in the three very very talented players from under 19. طبعا اليوم في الدكة كان في ثلاثة لاعبين موهوبين من من 19 سنة. And the many players who now in the play in the this game in the and in the young and in the players who coming from the academy from Al Ahly. وطبعا برضه زي ما شفنا اللي في مباراة اليوم كان في مشاركة للاعبين شبان ولاعبين جايين من الأكاديمية من أكاديمية النادي الأهلي. Yes, I'm very happy with work. سعيد بالعمل. But we try the finish in the two games more. But of course it's very difficult because it's not only these the players. We have the all very good players who is out. Of the team. نحاول ننهي المباراتين من مباراتين المتبقى في الدوري بأفضل طريقة. And يكون صعب لأنه في نقص كبير. And I wait in a faster return and the play. طبعاً ننتظر المجموعة اللي متغيبة بسبب إصابات ولأسباب الإصابة إنهم يرجعوا يشاركوا مع المجموعة ويساعدوا الفريق. رأي المدرب فيما سمعنا وفيما أكد المشرف الجديد على كرة القدم بالنادي الأهلي أنه بالفعل أن عمر السومة لا يريد البقاء مع النادي الأهلي. Looking this is the something through. I don't have the opinion. Omar Suma now in the players in the Al Ahly. We have the two very important games behind from ahead and it's very important we only concentration from this game. Now we will do what happened after the
after the finish in the competition we have the time we talk from everything. بعد نهاية البطولة الدوري نقدر نتكلم عن هذه الأمور يكون عندنا وقت كافي لنتكلم فيها. طيب هذا حديث مدرب الأهلي حسين، وقفتك على أساس تسمع حديث المدرب. المدرب يتكلم على يمكن في موضوع السومة، خلنا نقول على آخر شيء موضوع السومة، قال لا خلينا نتكلم في الموضوع هذا بعدين مو الآن. أولا يعني حقيقة النادي الأهلي وفق في هذا المدرب من خلال المباراة الماضية، وأنا أشعر شخصيا أن الشخص اللي قاعد يعمل بشكل كبير جدا في النادي الأهلي هو هذا المدرب. أنا شخصيا أتمنى أن يستمر المدرب هذا في الدوري السعودي، وهو إضافة، وأنا بالأهلي بالعناصر الموجودة في ظل الغيابة في ظل المستوى النازل جالس يقدم يحاول أنه يعمل فريق على الأقل تقدير للموسم القادم من خلال وجوه المشاركة. هو أشاد بالأداء اللاعبين عطفا على الوجيه الشاب اللي شاركت وتكلم. أنا حقيقة برضو أحييه في مسألة أنه الحديث عن أي أمر خارج نطاق التركيز على المباراة القادمة هو أمر يعني يفترض ما يحدث، وهذا ربما تكون رسالة للكابتن عمر السومة أنك أنت الآن يفترض عليك تركز، طالما أن هناك عقد بينك وبين النادي يجب عليك أن تعمل بموجب هذا العقد وتبذل كل ما في ذلك. يعني أنا شاهد عمر السومة اليوم وكأنه اللاعب يقول يا جماعة بمشي فكوني في الوقت أني أنا حقيقة ما أدري على الأخوان الهلوي، لكن أنا أشعر أن الأهلي له دور كبير فيما حقه من نجومية، وبالتالي أصبح عمر السومة متاح للأندية الأخرى. فيجب يعني رد الوفاء، مو هكذا يا عمر السومة، كمل عقدك مع النادي الأهلي وإذا جاك عرض أفضل تمشي، لكن في عز أزمة الأهلي غادر عبد الفتاح، ربما العويسي غادر، في غياب جنينه، وأنت من الناس اللي كنت تتكلم تقول جنينه لا يصلح أن نلعب سواء، فبالتالي الآن وين تكلم بهذه الطريقة؟ هي تكلم عمر السومة، تكلم في أكثر من منبر إعلامي. إعلامية تحدث. فبالتالي انت عمر السومة الان جمهور الاهلي يعلق عليك امال انك انت تقود الاهلي الى جانب العويس الى جانب معتز هوساوي، انتم النجوم الفئه الف تستطيع ان تقود الاهلي، تاتي في هذا المنعطف وفي ظل انكسار الاهلي واوضاع الماليه والوضع الاداري اللي احنا شايفينه الفوضى. انكسار كيف هو الثالث؟ لا الاهلي الثالث انا اتصور بضعف المنافسين، وليس لان الاهلي يستحق مهدد. كيف ضعف المنافسين والمنافسه من الثالث لا الى تكلم السابع؟ انت الان تتحدث ما في فوارق نقطيه. انت الان تتحدث شوف انا بتحدث، عندما تجد ان الانديه الوحده والفيصلي والرايد والاتفاق موجودين في هذه المنطقه في ظل غياب الشباب وغياب الاتحاد في غياب المنافسه القويه جدا وايضا العروض القويه جدا، انا اتصور ان الاهلي من 3 سنوات وهو ثالث نادي. فبالتالي الان عناصر افضل من الفرق الثانيه. إيه وانت لو انت لا تقارن، أقصد ابو خالد الاهلي حديثك كانك تتكلم على فريق منكسر انه لا يعني في ترتيب متاخر. انا اشعر الاهلي في الثالث منافس وموجود على الاسيا رغم كل هذه الظروف اللي انت تحكي فيها في الاهلي هو الثالث. إيه انت الاهلي قارنه بالهلال والنصر والامكانيات والمبالغ الماديه اللي صرفت عليه وشوف موقعه فين مع النادي الاهلي والنصر، وقارنه بالاتحاد اللي في المركز ال11. هنا الاتحاد سيء قارن باللي فوق المفروض. اذا هي مثلا انا اقول لك يعني كنادي جماهيري وكنادي اذا اتحاد واهلي، الاتحاد يمر بظروف صعبه الكل متفق عليه ماديا واداريا وفنيا، والاهلي ما يمر بظروف الكل متفق عليه. انا قبل ما لكن لما نجي نتحدث على الاهلي، لكن يخرج لاعب حجم عمر السومة في الوقت اللي الجمهور الأهلي كله يعلق آمال عليه إنه يقدم نفسه أو يقود النادي الأهلي في المرحلة الصعبة، يطالب إنه يرحم النادي. شوف إنه ما في وفاء كذا عمر السومة. أنا عندي بس حديثك طبعاً الأهلي له فضل كبير على عمر السومة. خليك تعال بس يلا قفل. أنا أقول بالنسبة لعمر السومة كثر الكلام حقيقة حول كابتن عمر. كابتن عمر طبعاً رجل غيور يتمنى فعلاً الفريق يكون أفضل، وهذا في أكثر من مكان. طبعاً قد لا نتفق مع الطريقة يعني، وربما التوقيت ايضا كان يعني غير مناسب، لكن ما الهدف من هذا التصريح؟ يعني عمر لم يظلم حقيقه، عمر قدم الى الاهلي وهو الاهلي الذي صنعه وصنع غيره من عام 2016 وقبل كذا وصنع منه هذا التاريخ، ولو لم يكن في الاهلي لاعبين ما كان عمر هداف للدوري 3 سنوات متتاليه حتى نقول ظلم. ممتاز. نقول ظلم اذا كان في فريق مثلا في مرحله متاخره من الدوري وما استطاع انه يصنع منه شيء، لكنه في الاهلي انا اعتقد انه قدم لكل شيء، والكابتن عمر يعرف ماذا يقول ويعرف كيف يتحدث. صحيح ان الوقت غير يعني انت مع مناسب. عمر ولا لا بس اساسا لا انا ما اساسا موقفك واضح في هذا الموضوع. انا معاه في عمليه. انت الان جالس تقول احنا قد نختلف ولكنك تبرر لهذا الموضوع. لا انا اتكلم عن التوقيت. ترى انه التوقيت خطا والتصرف خطا من عمر او التوقيت؟ نعم التوقيت كل موسم يا ابو خالد
في كل موسم عمر السوم يطلع يقول له بترك الاهلي، كل موسم نسمع الكلام هذا احنا. صحيح. طيب حتى لو قال الأهداف اللي من وراء سريع التأخر، أنا أعتقد أنه الكابتن عمر ربما اختار التوقيت السيء، لكنه على صعيد النوايا هو يريد أن يكون. طيب عبد الفتاح ماشي؟ عبد الفتاح خمسة خلاص اليوم وداعية. اليوم وداعية خلاص. نعم خنشوف قبل ما تطلع بس بشوف عبد الفتاح وش قال مع الزميل عبد العزيز الجماعة وبرجع أكمل معكم. خنشوف. حان وقت الوداع يا عبد الفتاح، هذه آخر مباراة لك مع الأهلي إن شاء الله. إيش حاب تقول لجماهير الأهلي بعد الفترة الطويلة اللي أنت قضيتها معاهم فيها؟ والله أشكر جماهير الأهلي، وكان يعني ودي أطلع وأنا محقق شيء معاهم، بس الحمد لله يعلم الله أني يعني حاولت في كل مباراة لعبتها للنادي ده حاولت بقد ما أقدر، يعني ما في يوم أتخاذلت أو ما لعبت مباراة عشان شيء عشان فلوس أو عشان أي شيء. فالحمد لله تمنينا الأفضل، لكن في النهاية اللي كاتب والله هو اللي صار، والحمد لله على كل حال. وجمهور النصر اللي قاعد ينتظرك بفارغ الصبر، إيش حاب تقول لهم؟ أقول لهم إن شاء الله أني ما خيب ظنهم، وإن شاء الله الرد يكون في الملعب إن شاء الله. طب هذا حديث عبد الفتاح عسيري. أبو تركي المركز الثامن تشوفه لاك بشيخ النوادي؟ لا، لكن العمل اللي قاعد يصير في الشباب خلال الفترة هذه يعني يبشر كل الشبابي إن شاء الله تعالى بأنه الموسم القادم وما يليه سيكون مختلف. هناك فرق تعمل لشيء وقتي، لكن في الشباب بإدارة العزيز جدا الأستاذ خالد البلطان لا، هناك عمل مستقبلي، هناك تعاقدات، هناك لعيبة، هناك لاعب عالمي قادم. صحيح ما يكفي لاعب واحد، لكن أنا أعرف العمل اللي قاعد يقوم فيه إدارة الشباب. الفترة الحالية صعب الحكم على المركز أو الحكم على اللاعبين، يعني في غيابات كبيرة حتى على مستوى اللاعبين المحترفين، في غيابات كبيرة، لكن اللي ينظر من منظور الشامل وينظر إلى الأمام أعتقد أن الشباب سيكون منافس ومنافس قوي في الموسم القادم بناء على العمل والمعطيات اللي قاعد تشوفها. أهمها هو يعني الحراك في التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب على مستوى عالي، البعض أعلن عنهم أو بعضهم أيضا تسرب مثل الحارس وبعضهم لا، بعد انتهاء المباريات وفي الوقت ما سيتم الإعلان عنهم. أعتقد الشباب سيكون منافس ومنافس قوي. عندك معلومات عن خلنا نقول خطوط المفاوضات رايحة مع مين على المستوى المحلي مثلا عند الشباب؟ لا بس طلع بعض الأحاديث عن بعض اللعيبة وفي بعض الصفقات تمت والانتقال حيكون في النهاية. وأعرف أنه في عمل جاري على عدة أصعدة سواء في منطقة الدفاع أو غيره باللاعب المحلي. أنا بس ودي قبل ما تطلع مباراة الشباب والأهلي وأقول الناس هذا مش عذر ولا تبرير إطلاقا، لكن ايضا للاستفاده في لقطه تحكيميه في الدقيقه 25 كان ممكن تغير مجريات المباراه، خطا على صليهم من المجحد، المجحد عنده كرت اصفر، هذه في اعتقادي دقيقه كم 25 25 بلا جهزوها يا شباب طلعوا اعطوناها اذا هي جاهزه. اي والله اذا جاهزه نشوفها. كان تدخل مفروض تدخل اداري، هذه اللقطه لو نرجع لها يستاهل اصفر ثاني وحاله طرد في يعني منتصف الشوط الاول. شوف الدعس على قدم اللاعب كان واضح، واللاعب عنده بطاقة صفراء. كنت أتوقع في دعس واضح كان؟ إيه نعم. في ضرب من الخلف. في ضرب من الخلف. كانت تستحق انذار ثاني يعني. أنا كنت أتوقع شخصيا أنه هذه من الأخطاء الإدارية اللي عاقب عليها فار. الأستاذ عبد الرحمن الزيد يمكن ناقشته وصحح لي أنها تستحق الطرد والانذار الثاني، ولكن لا تستحق تدخل فار إلا في الطرد المباشر. طيب فهذه كان ممكن تغير مسار المباراة، لكن هذه كرة قدم الأخطاء تحدث يعني ليس مبرر يعني. قصدك موضوع الفار؟ لا فار على بالنسبة على كلام الأخ الكابتن عبد الرحمن زيد أنه ما يتدخل في الطرد المباشر، ما يتدخل في الأصفر، لكن حتى أمام حكم المباراة والمساعد قريبة كانت منه والمفروض أنهم انتبهوا له وأخذ الكرت الثاني. أيضا الفار يعني كان يمكن في جزء من المباراة كان معطل صحيح حسب يعني الإيضاح اللي وصل لنا بسبب مولد الكهرباء كان تعطل الفار في بعض وقت المباراة، هذه اللقطة اللي كانت
تخص الفار وعدم ابلاغ الحكم يعني بنشوف الفار في البروتوكول لابد يكلم المدرب الفريقين يوضح لهم الفتره هذه الفار معطل يعني ما صحيح. هذا حسب بروتوكول الفار. طيب خلينا نروح ايضا لزميل عبد العزيز الجماعه واللي بعد المباراه ايضا تحدث مع مدرب فريق الشباب السيد بدر نتابع. We allowed them to lose some for us to lose some balls and make for them some quick transitions. So we are happy about the way the players understood what we want from the game. They came here with a total clear idea. We are not happy about the result because Shabab needs to think about coming to play in each one of opponents in each one of the stadiums and think about only one thing, which is winning. أول شيء أعتقد أن مباراة اليوم مباراة حلوة، مباراة جيدة. فريق الشباب استحوذ على مجريات المباراة خصوصا خلال 30 دقيقة، استحوذنا، خلقنا فرص كثيرة، سجلنا هدف الحمد لله. بعد التعادل اللاعبين ممكن بعد التعادل تعادل يعني لفريق سجل فريق تعادل لفريق الأهلي، لكن بين الشوطين المدرب حاول يعدل التكتيك في المباراة ودخلوا اللاعبين في الشوط الثاني بأداء جيد، تحكموا في المباراة من بداية الشوط الثاني، إلا كانت ممكن هجمات اللي هي هجمات مرتدة من طرف فريق الأهلي، لكن في النهاية أنا سعيد بأداء اللاعبين وغير سعيد بالنتيجة، لأن فريق الشباب يستحق الفوز. فريق الشباب يحتاج يرجع من الأفضل الأندية وينافس على أي بطولة وأي فريق يلعب أمامه يفوز عليه. I mean, we still have to play two more matches, and the focus is always on the most important one, which is the next one. It's going to be an important match because Azam is playing their life. I mean, it's going to be the game for, they are fighting for the relegation, so you are playing for your life. We don't want to have the last match in our own stadium without a win. So we need to focus on that match. I cannot see about 17th of September when we are going to restart the preseason. We have everything ready, but we need to keep the focus, and the focus is about the next match. شوف المدرب تركيزه كله تفكيره كله منصب على مباراة الحزم، هي المباراة القادمة. أعتقد أن المباراة القادمة سنواجه خصم يصارع على الهبوط، أعتقد أن مباراة بالنسبة لي أنا كمهمة. صحيح أن كل شيء مبرمج مع إدارة النادي بالنسبة للموسم القادم، ولكن تفكير المدرب هو مباراة الحزم والفوز والثلاث نقاط، خصوصا حنستغل عامل الأرض. الحكم جاء عند المدرب بيدرو وعند مدرب الأهلي وكان يتحدث معهم، على إيش كان يتحدث؟ هل كان الحديث عن التعطل الفار مثلاً أو عن أمر آخر؟ That the VAR was winding down on that moment, and you need to keep it old-fashioned, judging the game, and we say okay, so just do it old-fashioned. No, ما في مشكلة with that. فهمت. Okay. هو أتكلمهم على الفار، لأن كان في عطل في الفار، ولكن من بعد حس صلحوه الحمد لله وكان. طيب روح معك حمد الصالحي على الوضع بالنسبة للشباب وحديث المدرب ويمكن حديث أستاذ طلال على الموسم القادم، بأنه البوادر تقول أن الشباب في الموسم القادم راح يكون منافس. شوف الشباب وضعه بالتأكيد أنه أتوقع أنه يكون الموسم المقبل أفضل من الموسم الحالي واللي راح، لكن منافسة فعليا على لقب، يعني خصوصا الدوري ما أعتقد أنه راح ينافس بقوة. طبعا كل شيء بالتأكيد أنه ما نعرفه من الحين يعني إيه. بس المعطيات تشوف انه لكن المعطيات انا بالنسبه لي لا، ما اعتقد انه الشباب بينافس بقوه على تحقيق لقب او منافسه على لقب الدوري تحديدا. اتكلم عن الدوري بحكم انه منافسه طويله إيه. ممكن المنافسات اللي هي البطولات القصيره ممكن ينافس فيها الشباب بناء على العمل اللي يقدم حاليا، لكن زي ما قلت لك منافسه على دوري لسه صعبه، اعتقد لسه باقي طيب باقي عمل كثير عمل عليه. أبو تركي حديث المدرب، والله حديث المدرب يعني فيه نقطة يمكن طمئن للمنافسين على الهبوط، أنه أكد على حرصه الكامل على المباريتين القادمة وخصوصا مباراة الحزم، وأنه يعني ما يبغى يترك الدوري إلا بانتصارين يختم فيها. لا لا ما كان في أحد مشكك، بس الشباب يعني ما له طموح في الرابع، تقريبا انتهى تماما طموحه في الرابع، ولا عنده يعني مخاوف من الهبوط، لكن المباراة تهم فرق كثير يعني. نعم. لكن المدرب على كلامه اوضح انه حريص على المباراتين القادمه وحريص على سمعه الشباب، انه على الاقل يحسن
ترتيبه في هذا الموسم. لكن المتتبع ترى يعني الخطورة حتجدها، وأنا يمكن تحدثت في هذا من قبل، الخطورة في فترة الشهر للإعداد الموسم القادم. أنت صعب تعد فريق في موسم، يعني هل أتوقع شخصيا المدربين بيعطون لعيبة من 5 أيام إلى 7؟ طبعا هذه لها تأثير بدني كبير، يعني تحتاج إلى عمل بدني بالدرجة الأولى قبل عمل المدرب. الممرن البدني اللي يعتمد على القياسات، على الاختبارات، على توزيع الجهد مهم جدا، وإلا سنشاهد لا سمح الله مع بداية الموسم انتشار الإصابات العضلية لدى كثير من اللاعبين. طيب روح للفاصل وارجع كمل مع ضيوفي. بين بدايات النون ونهايات الدال وما بينهم عود، تكمن تفاصيل التحدي والإثارة. الأنشطة الرياضية تعود بعد التوقف. نعود بحذر عبر القنوات الرياضية السعودية. يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية وضيوفة طلال الشيخ، حسن القرني، حسين الشريف وحمد الصويلحي مع حفظ الألقاب للجميع. نروح مباراة الثانية اللي كانت في هذا اليوم ونشوف مباراة الفتح والاتحاد ونتذكرها بصوت الزميل مشاري القرني. ركنية ستأتي على يسار مارسيلو، تلعب الآن للفتح، محاولة بالرأس، ترجع الكرة ولا تزال، تصويبة قوية، جول فتحاوي أول قد حصلت كرة، تلعب الآن اتحادية خطرة إلى روما جول للعميد، أول للعميد. طيب خليني اروح معك ابو عبد الرحمن، حصل قال على هذه المباراه اليوم الاتحاد بهذه النقطه، يعني باقي له الان 3 نقاط تقريبا للاتحاد ويضمن مساله البقاء، ايضا مباراه ظهرت بمستوى فني مميز حقيقي. شوف انا اعتقد انه الفتح فرط اليوم في الفوز حقيقه، عطفا على انه الاتحاد ناقص لاعب، وكان حتى قبل طرد اللاعب كان الفتح حقيقه مسيطر.
أعتقد الاتحاد نجح بشكل كبير في أنه يعني يسجل هدف التعادل وأن يحافظ على نظافة شباكه يعني حتى انتهت المباراة. وأيضا الفتحويين في الشوط الثاني حقيقة كان فيه يعني جملة من العمل الفني اللي ما كان جيد، رغم أنه حاول كثير حقيقة في الفريق أنه يحقق. بالفعل الاتحاد نقطة أهم من الخسارة، لأنه لو كان خسر كان سيعود إلى دوامة الخطر الحقيقي في الهبوط إلى الدوري. أعتقد أنه أمامه 3 نقاط أمام العدالة في آخر مباراة في الدوري هي التي يعني ليتشبث بها بالفعل المفروض الفريق، كونه رغم أنه أنا أعتقد أنه مباراة جماهيرية كمباراة النصر سيفرط فيها الاتحاد أو سيتنازل عنها بسهولة، كونها فرصة عظيمة أيضا أنك أيضا تهزم صاحب المركز الثاني. الحال سيفرط ولا تقول سيهزم؟ لا يعني يفرط فيها، لن يفرط فيها. نعم. يعني يفرط في نقاط النصر كونها يعني مهمة، وكونها أيضا بين فريق يعني جماهيريين انت نعرف الحالة الفريقين. وأيضا الحالة اللي بين النصر والاتحاد الحالية ربما أنها يعني حالة يعني حالة الاختلاف الإعلامي، الاختلاف على كافة الأصعدة. نرى أنه بين الاتحاد والنصر كافة الأصعدة في خلاف مثلا إداري لا لا الإدارات لا، لكن أتوقع أنه حتى على مستوى اللاعبين اليوم تصريح فهد المولد بعد المباراة يعني كان فيه أننا إحنا فريق كبير وإحنا أي فريق قابلنا بنفوز، والنصر في إشارة يعني ماحة لأنه المسألة فيها أيضا يعني ضغوطات وتوترات قليلا بين الفريقين. لكن إجمالا قرار الاتحاد بيده الآن، لم يعد بيد الآخرين كما كان يعني فيما سبق. ولذلك أنا أتوقع أن الاتحاد سيلعب مباراة كبيرة أمام النصر وأمام العدالة وسيبقى في هذا الدوري. خلينا نشوف ردة الفعل بالنسبة لهذه المباراة الفتح والاتحاد مع الزميل بدر العثمان، واللي كان له حديث مع لاعب الفتح محمد مجرشي وأيضا لاعب الاتحاد فهد المولد. على مستوى البقاء نتكلم عن مواجهتين، التعاون وضمك. ضمك يعيش معكم في نفس المرحلة في نفس الدوامة القادمة، التعاون ما بعدها ضمك. والله شوف التعاون فريق صعب وضمك برضه فريق صعب، بنركز في المباراتين وإن شاء الله نتوفق فيها إن شاء الله. قادرين على البقاء؟ بإذن الله. أنت إحساسك شو يقول محمد؟ لا إن شاء الله باقيين إن شاء الله. اليوم جماهير الاتحاد ما هي سعيدة بهذه النتيجة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أتوقع الكل شاهد المباراة، أخواني اللاعبين ما قصروا اليوم. أتوقع أنه لعبنا مباراة يعني من أفضل المباريات، زي ما الكل عارف كان عندنا طرد من الشوط الأول وأثر علينا كثير، وطرد لاعب مهم يعني يعني زي عبد العزيز البيشي كان يفرق مع الفريق، لكن الحمد لله قاتلنا الشوط الثاني. الحمد لله طلعنا بنقطة يعني نقدر نقول مع الطرد نقطة ممتازة. جميل، أنا شاهدتك عند نزولك غرفة الملابس ما بين الشوطين، كان في أحاديث والاتحاد كان منتشي وحتى هو نازل وهو متأخر، كان في عندكم روح داخل غرفة الملابس؟ والله كنا متفائلين، يعني كنا نتكلم نقول يا عيال يعني اللي يبكي اللي يبغى يبكي يبكي الآن ما يبكي بعد المباراة. يعني مثال انه اي احد يكون داخل الملعب بيعطي كل اللي عنده، واخواني اللي برا جاهزين في اي لحظة. اتوقع انه اخواني اللاعبين ما قصروا، قاتلوا اليوم لاجل عبد العزيز البيشي. الحمد لله على كل حال، يعني ننسى هذه المباراة، عدت امامنا مباراة مهمة امام نادي النصر في جدة، وان شاء الله انها تكون من نصيبنا باذن الله. طيب هذا حديث اللاعبين بعد المباراة، حديث مهم من فهد المولد على خلينا نقول جانب معنوي ابو خالد، والحالة النفسية للاتحاد ونجوم الاتحاد في المباريات القادمة يتكلم عنها فهد المولد الان. وابو عبد الرحمن يقول لك الفتح فرط في المباراة. اولا نتحدث عن المباراة، انا ما قصدي شيء بس يعني لا بالنسبة للمباراة، بالنسبة للمباراة كانت ظروفها متغيرة، يعني ما كان احد يتوقع ان تظهر بهذا الشكل. لا شك ان الفتح قدم مستوى جيد في الفترة الماضية، الاتحاد خروجه بنقطة تعتبر مكسب في ظل الظروف اللي مر بها في مباراة اليوم. وكان بالإمكان أفضل مما كان حقيقة لو وفق بعض اللاعبين. هذا بالنسبة للمباراة. نجي لتصريح فهد المولد، أتصور أن الاتحاد الآن السلاح الأول اللي لعبه في المباراة القادمة سلاح الروح، لابد أن يقاتلوا من أجل الثبات. وأنا لست مع كابتن فهد في مسألة أن احنا في الشوط الثاني نزلنا من أجل عبد العزيز البيشي، كل التقدير والاحترام لعبد العزيز البيشي، لكن
يجب ان يكونوا من اجل الاتحاد ومن اجل جمهور الاتحاد. هذا طبعا اعتقد انه كتعبير خان، لكن هو يقصد تعويض النقص. اي تعويض النقص ومن اجل الاتحاد في المباراه القادمه. ممكن الحديث ترى جزئيات هي تدعم بعض. أي يعني جزئيه الوضع الاتحاد جزئيات زميلهم بالضبط، خذها على هالجانب. أي لكن بشكل عام الاتحاد، انا حقيقه الاتحاد في الاربع المباريات الاخيره من بعد مباراه الاهلي، انا شايف ان الاتحاد في تحسن بطيء، ذكرت لك قبل فتره قبل حلقه سابقه هذا، وايضا في استقرار من قبل المدرب. انا شايف الخطوط الخلفيه بدات الشكل النهائي صح، في بعض التغييرات في الاطراف في الاتحاد، لكن بشكل عام الاتحاد اتصور انه حيكون ند قوي للنصر، وسوف لا يركن الاتحاد مباراه العداله. يجب ان ينهي يحسم اموره بالكامل في موقعة الجمعة في الجوهرة أمام النصر، وهو مؤهل لتحقيق هذا المباراة ومؤهل لتحقيق الفوز برغم الإمكانيات العناصرية التي تمتع بها نادي النصر، لكن الاتحاد يظل يعني في كل الأحوال يظل هو الاتحاد في مثل هذه المباريات، يجب عليه أن يلعب بروح عالية إذا أراد أن يحسم الموضوع. أما ركن مباراة العدالة، أنت ما تعلم الظروف إيش يصير فيها مباراة العدالة، فيجب على الاتحادين أن يأخذ مباراة النصر لأنها مباراة حسم بالدرجة الأولى. صحيح. النصر خارج من منافسة، ربما تكون الروح مختلفة، ندرك تماما زي ما ذكر أبو عبد الرحمن بخصوص البحث عن التعويض نادي النصر من نادي الاتحاد على اعتبار العام الماضي والهزيمتين اللي من بها الاتحاد بالنصر. لكن لابد الاتحاد يلعب ويقاتل. كابتن فهد تحدث أنه سوف نلعب ونحن قادرين على هزيمة النصر، وهذا أمر وارد. وتصور صحيح على الورق النصر تفوق فنيا وبدنيا وعناصريا، لكن في ارض الميدان ترى حتى الان هي 50-50. يجب نادي الاتحاد يلعب على هذا الاساس، ويجب من اداره الكره تحديدا تاهيل اللعيبه. تتكلم عن الاتحاد؟ نعم. بس هل المباراه 50-50 تشوفها؟ على الورق لا طبعا 50-50، لكن كجهاز اداري يجب ان يهيئ اللعيبه انه يلعب مع مباراه النصر 50-50. طيب خلينا نشوف مدرب الاتحاد كاريلي، مدرب الاتحاد واللي يعني تحدث بعد المباراة ووجه رسالة لجماهير الاتحاد وأكد أنهم يعملون على بقاء الفريق. تابع. المواجهة القادمة أيضا تزيد صعوبة الاتحاد، تلعب أمام النصر، النصر أنهى موسمه بالمركز الثاني، لا ضغوطات على النصر، بينما الاتحاد ضغوطات كبيرة قد أيضا يعني يجعل المباراة أثقل على الاتحاد. Essa pressão já vem faz tempo, não é desse jogo, né? Trabalhar no Etihad, time grande, time de torcida, torcida que é apaixonada pelo seu clube, então a pressão não é de hoje, a gente está convivendo com isso e é bom que os jogadores estão tendo sabedoria, duas vitórias em casa, dois empates fora, e a gente está conseguindo escapar aos poucos ali de baixo. هذا الضغط ليس من اليوم، هذا الضغط تقريبا من توليت مهمة التدريب نادي الاتحاد، نادي كبير، نادي عريق وذو قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة في المملكة، نعرف كيف نتعامل مع الضغط. اللاعبين نفسهم بفضل ذكائهم وحكمتهم في التعامل مع مثل هذه المواقف خرجنا من المراكز كانت أقل من ذلك في الجدول في الترتيب، والمهم هو الفترة القادمة نكمل بنفس التركيز ونفس المستوى للخروج من هذه الموقف. جميل. اليوم أنا أخذ من إجابته عن جماهير نادي الاتحاد، الجماهير عتبانة على المدرب، عتبان على اللاعبين، على المحترفين الأجانب، إيش من مسج وصل لهم قبل آخر جولتين؟ Os últimos jogos aí foi de entrega, do jeito que o torcedor do Etihad gosta. A gente está tentando fazer com que os jogadores tenham motivação, tenham vontade, vista essa camisa com prazer. Os últimos jogos eu estou gostando do que eu estou vendo na questão da vontade, da entrega, errando um pouquinho na parte técnica, mas é a questão do trabalho, é do tempo, né? Mas assim, estamos resgatando isso que o Etihad tem de forte, que é a sua garra, a sua vontade. رسالة للجماهير، بالعكس أنا أرى أداء اللاعبين الفترة الماضية كان جيد جدا ويشرف القميص نادي الاتحاد اللي ارتدوه، بفضل التفاني والتضحية والتركيز في العمل. أعتقد أن الفترة الجاية تكون أفضل بإذن الله من حيث التركيز ومن حيث الأداء والتضحية داخل الملعب. الاتحاد يبقى؟ اتحاد فيكا con certeza trabalhando para isso, os jogadores bastante empenhados para isso. نعمل على هذا واللاعبين مركزين تماما في هذا الجزء. الهدف نوصه ايسي نوزو وعازمين على البقاء وهذا هو هدفنا كجهاز. حديث مهم ابو ابراهيم لمدرب الفريق، يتكلم بشكل ايجابي عن الفريق، عن اللاعبين بانهم يشرفون الاتحاد في ارتداء القمصان، يتكلم على العمل على موسم جاي برضه للاتحاد. هو يعني شوف بخلاف العمل الفني اللي قدمه المدرب كاريلي،
حديثه برضه يصب في نفس الكلام اللي كان يتكلم عنه الأستاذ حسين لما قال أنه العمل على الروح والأمور النفسية. واضح من كلام المدرب أنه أيضا هي من ضمن الجوانب النفسية اللي يهيئ فيها لاعبين للمباراتين القادمة. أنا أعتقد أنه الاتحاد هالجولة تحديدا خدمت نتائج الأندية المنافسة الأخرى. خسارة مثلا الفتح من الهلال، آسف الحزم، الحزم والفيحة من النصر، والضمك تعادله مع أبها، كل المنافسين اللي معه تقريبا أو الأغلبية خلنا نقول تعثروا في هالجولة. كانت فرصة كبيرة للاتحاد اليوم أنه ينتصر ويأمن نفسه بشكل كبير للبقاء، ومع ذلك ما استثمر الفرصة. يمكن أحرج بصراحة طرد عبد العزيز البيشي في الدقائق الأولى من المباراة، خلنا نقول على الأقل في أول 20 دقيقة. ومع ذلك تعود في الشوط الثاني وتسجل هدف التعادل. أنا أعتقد أنه أمر إيجابي بالنسبة لك، وتخرج بالتعادل ثلاث نقاط، ما أعتقد من ست نقاط يعني من مباراتين، ما أعتقد أنه الاتحاد غير قادر على أنه يحققها. أنا بالنسبة لي أرى أنه الاتحاد سيبقى الموسم المقبل بين الكبار، لأنه بالتأكيد أنه مكانه، لكن حتى يعني أنا أشوف أنه قادر، أنه ما هو فقط ينتصر على الأداء، لا أعتقد أنه حتى قادر مثلا يحقق نتيجة إيجابية قدام النصر، يعني لا سواء بتعادل أو فوز، خصوصا النصر خلاص فقد المنافسة، ما عاد في طموح. بناء على أنه أنا بالنسبة لي على صعبته في الاتحاد، صعب المركز الثاني بكل العتاد الكبير على المستوى الفني موجود مع الاتحاد اللي يعاني، في فارق فني كبير بين الاتحاد والنصر. طيب انت بنيت هذا الموضوع على لا بنيته على أنه وفي مباراة الموسم الماضي ممكن كلها تأثير. وتو بقول الموسم الماضي كان الاتحاد المباريات تبنى على المباريات الموسم الماضي، برضو بعد أبو خالد أنت تقول لي بناء على الموسم هذا ممكن مباراة موسم ماضي. أنا قلت لك ممكن الاتحاد يفوز، ما هو فقط على العدالة، ممكن حتى يفوز على النصر يأمن نفسه من المباراة الجاية. ايه؟ أنت قلت لي لا ما يمكن لأنه في فارق فني بين المركز الثاني والعتاد. عرفت؟ أنا أقول لك الموسم اللي راح الاتحاد، قلت لك شو المعطيات، قلت لي الموسم اللي راح استطاع. طيب الدور الأول مثلا الهلال والنصر، الدور الأول النصر فايز، هل كنت تبني الموضوع على أنا أقول لك قد يستطيع الاتحاد الانتصار، والدليل أنه انتصر مثلا الموسم الماضي، خصوصا مباريات ديربي أو مباريات كلاسيكو. أنا بالنسبة لي في جوانب كثير تحكمها غير الجوانب. قد هذه الحين زدتها، والأول قلت أنا أشوف النصر الاتحاد سيكسب هذا. أنت كذا خلتنا نكمل بخالد. طيب اسمع حسين، بس خلك كمل تكفى. أنا أقول لك دائما مباريات سواء ديربي أو كلاسيكو أنا بالنسبة لي ما أشوفها تحتكم دائما الفارق الفني. أكيد إنه الفارق الفني في كرة القدم في الغالب الأقوى ينتصر، لكن مباريات كلاسيكو مباريات ديربي تؤثر فيها جوانب ثانية إعلامية جماهيرية نفسية بين اللاعبين. أيضا يعني أنت بنيت المباراة على هذه الجوانب. هذه جوانب لأنه إذا جينا الجانب الفني النصر طيب النصر أفضل بكثير. النصر أفضل بكثير. أتفق معك. إيش الجوانب اللي شايفها في الاتحاد ما هي موجودة عند النصر، يعني في هذه التفاصيل اللي ما هي فنية، اللي ما هي فنية أنا أعطيك فارق الطموح. الآن الاتحاد فريق يبحث عن أمل بسيط في إنه يبقى فقط في الدوري، بينما نعم. فريق فقد فرصة المنافسة على اللقب وضمن مركزه الثاني، ما ضمن يعني إنه يلعب في الآسيوية، ما عنده مثلا فرصة إنه يبغى مركز رابع أو غيره. ففارق الطموح بين الاتحاد والنصر في المباراة الجاية يصب في صالح الاتحاد. ما أدري حتى يمكن أنا أعتقد أو أتوقع إنه النصر والهلال برضو يريحون بعض لعيبتهم لأنهم عندهم بطولة آسيوية أتوقع. فأكيد أنا أشوف كلها جوانب ممكن تصب في صالح الاتحاد، وقد يكون تجهيز للبطولة الآسيوية. أنا أقول لك ترى إذا جينا للجانب الفني أنا بالنسبة لي برشح النصر أكيد، لكن أنا أقول لك قد ينتصر. أي واحد أنت حمد، أنت اللي تبي ترشح الاتحاد ولا تبي؟ أنا قلت لك قد ينتصر الاتحاد. أنا عارف أن تروح قد ينتصر. أنت أي واحد فيهم مرشح؟ أنا مرشح الاثنين. كلهم يستطيعون بس فزون. تعليق بسيط. واحد يرشح اثنين. أنا تعليق بسيط. تفضل. أنا أشوف في طرد اليوم عبد العزيز البيشي ربما هو عمل تغير في الاتحاد في تركيبة الاتحاد مباراة اليوم. إيه صحيح يعني والله. يعني لسببين، أول شيء زي ما ذكر كابتن فهد قال لك إحنا رحنا غرفة الملابس وقاعدين نتكلم إن إحنا لازم شعور بالنقص لازم نعوضه
قتالية في الملعب. الأمر الآخر ذكر أبو عبد الرحمن أن مدرب الفتح في الشوط الثاني هذه لقطة الطرد اللي حدثت في المباراة اللي تتكلم عنها العبد الزبيش، تفضل. إيه مع تحفظ على الكرت الأصفر الأول مو الآخر الثاني. الأمر الآخر أن الطرد هذا جعل من مدرب الفتح يغير استراتيجية لعب الفتح، يعني الشوط الأول الفتح كان أفضل صحيح كان استلام الكورة كاستحواذ لكن في الشوط الثاني في استعجال في مشاركات عناصر هجومية على حساب الخط الأساسي اللي لعب به الفتح. هذا التغيير بسبب الطرد أثر على شكل الفتح، وكان الاتحاد يعتمد اعتماد كلي في الكرات المرتدة، من هذا النقص اللي أتكلم فيه تيجي تقارن مباراة النصر والاتحاد. الاتحاد يدرك تماما، كل اتحادي وكل الوسط الرياضي يدرك تماما الفارق الفني والعناصري والبدني بين الهلال بين الاتحاد والنصر. تمام؟ تمام. ايش الاتحاد يلعب على ايش؟ يلعب على الشعور بالتحدي في انه هو الان مطالب باثبات حقيقته انه نادي كبير في مواجهه النصر، واثبات انه ما تحقق العام الماضي هو امر طبيعي. حلو. بين فريقين كبيرين للنادي الاتحاد. انا اقول افضل رساله اعتذار من لعيبه وجهاز فني واداري للاتحاد ومداوات اعتذار ومداوات لجماهير ناديهم بالفوز على فريق النصر المدجج بالعناصر وخصوصا في خط الهجوم القوية. والبقاء طبعا لأن الفوز على النصر يعني بغض النظر هو كان النصر هي المباراة القادمة، لكن أيضا كونها أمام النصر فريق كبير فريق عنده عناصر مميزة فريق خصوصا في الخط الهجومي فريق قوي جدا والاتحاد يعاني دفاعيا يعني الفارق الفني كبير، ولكن في مثل هالمباريات يقل شوي الفارق الفني بالدافعية عند الاتحاد أكبر قد تؤثر عليهم نتيجة المباراة. ما يكون الدافعية أتفق مثلا في جزئية أنه ثلاث نقاط وأهمية الاتحاد واو صح بس بالمقابل النصر بس أنت في المقابل تتكلم على النصر وتتكلم على الاتحاد، تتكلم مثلا على الاتحاد وعفوا هلال وأهلي، هذه اللقاءات هي تاريخ. صحيح هي تاريخ في النهاية. أتفق معك تسجل تاريخ. صحيح. مستحيل أنه يكون مثلا هذا الدافع يطغى لا يكون هو الطاغي، بس تأكد النصر لكن الجوانب الفنية أنا على المستوى الشخصي أتفق حتى على المستوى المعنوي في اللقاء. جانب للنصر مباراة العام فوز الاتحاد على النصر قد يكون أيضا عند النصر أنه لا يعني العام كان أحد أسباب ابتعادنا عن المنافسة نادي الاتحاد وعاد عن طريقنا إحنا بوابة مثلا فأيضا النصر عنده حقق النصر بطولة أي عنده دافعية لكن أقصد تأثير أنه فاز علينا هو كان يعني مهدد فيعني قد يكون لها تأثير لكن بالتأكيد النصر ما راح يلعب بتشكيلته الأساسي كاملا يمكن حمد الله يشارك لضمان الهداف يفكر في آسيا الآن تفكير المدرب منصب من النواحي الفنية على آسيا عدم إجهاد الفريق تماما قبل آسيا وتريح بعض اللعيبة المهمين. حلو. بس أبو خالد سريع تشوف المباراة كانت فنيا عطاءها الفني كان مباراة كبيرة مباراة الفتح والاتحاد والله هي مثيرة أكثر ما هي ممتعة. صح. هي مثيرة أكثر ما هي ممتعة. ما كان فيها مستوى فني. لا مستوى متوسط يعني أفضل من مباراة بقية مباراة الجولة. أي. إذا استثنينا مباراة الهلال والحزم. هي أفضل مباراة بعد الهلال والحزم. طيب خل نروح نشوف المباراة اللي بعدها إذا مباراة التعاون والاتفاق نتذكر المباراة بصوت الزميل خالد الديفر. الثابتة الأولى من دي سوزا شكلت الخطر هنا الثابتة الثانية عند البرازيلي. دي سوزا كيف يفكر في تنفيذها دي سوزا يرسل عرضية الله والتصويبة جول رحمك أبو عبد الرحمن هالمباراة الاتفاق يعني أنا صراحة بعيد الكلام لأني قلت لخالد العطوي ويستاهل خالد العطوي يستاهل أنه بعد العودة الفريق في تطور فني كبير بينما مثلا التعاون ما تدري شو تسميه صراحة اللي أقال المدرب أيضا بعد المباراة كان أول ردة فعل بعد ست هزائم للتعاون متتالية اليوم يقيل المدرب عن المباراة. شوف أتكلم على إدارتين، إدارة قاتلت على خالد العطوي وصبرت حقيقة على يعني على ما أصاب يعني من انتقادات مستمرة من بداية الدوري. الحقيقة يثبت خالد العطوي أنه يعني مدرب يعني يملك كفاءة واستطاع أن يقود الفريق
إذا ما استثنينا بعد العودة مباراة الاتحاد والاتفاق، أنا أعتقد الاتفاق كان في جميع المباريات كويس، عدا المباراة هذه اللي خسرها أمام الاتحاد. إيه. أما بقية المباريات كان يقدم فيها مستويات فنية. زي ما تكلمنا عن إدارة الاتفاق التي صبرت وقدمت خالد العطوي وبرغم الانتقادات اللي طالتها فترات طويلة. إيه. أيضا ننتقد إدارة التعاون اللي قدمت 3 مدربين في فترة وجيزة آخرهم هذا المدرب. يعني تخيل مدرب. طب شاك أشوفه شو قال هذا المدرب بما أنه مشى. خلنا نشوف ايش قال. هذا قبل ما يمشي. ايضا قبل ما يمشي كان لسه بده يرجع، بس يمكن عنده خبر ولا ما عنده خبر، عاد نشوف. فيصل الملوقي تحدث مع مدرب التعاون المقال فيتور كامبيروس، نشوف. المدرب بيقول احنا من البدايه عارفين ان احنا نلعب فريق كويس، فريق جيد اللي هو فريق الاتفاق، عنده كفاءات فنيه او كفاءات فرديه فنيه عاليه. Mais uma vez creio que jogamos e a qualidade do nosso jogo e as oportunidades que criamos foram para obter outro resultado. O مدرب بيقول يعني المستوى اللي احنا قدمناه برضه حتى الفرص اللي احنا خلقناها كانت نتيجه غير كده. E por um ou outro detalhe temos sofrido golos de pormenor. Nós criamos oportunidades e não estamos a conseguir concretizar. E os nossos adversários de meia oportunidade conseguem fazer gol. حصل طبعا هو كان في خطا بسيط جدا قدر يستغله فريق الاتفاق وسجل منه الهدف. الواضح ان احنا بنخلق فرص ما بنسجلش، لكن يمكن الخصم بتاعنا من نصف فرصه قدر يسجل. Os jogadores foram inexcedíveis, deixaram tudo dentro do campo. Sabemos que alguns como o Sawat, que já há muito tempo que não jogava, jogou um bocadinho só contra o Nasser, está a adquirir ritmo. Conseguimos recuperar o Nildo, que tinha saído lesionado, mais o Cádiz, jogadores que não estão no seu máximo, e tem sido este o nosso trajeto desde que houve a paragem por causa do Corona. Acabamos muito bem com a equipa, com boas ideias de jogo e a ganhar o jogo contra o Al Ahly, mas depois a partir daí temos tido muitas dificuldades para fazer o 11, e depois mesmo durante os jogos que temos tido estamos por cima do adversário, não temos conseguido concretizar as oportunidades, e o nosso adversário, sem criar muitas oportunidades no detalhe, tem feito o golo. الموقف ان احنا المدرب بيقول يعني اللاعبين ادوا كل اللي قدروا عليه في الملعب، ادوا من اجل الفوز. طبعا احنا عندنا لاعبين زي مثلا عبد المجيد الصوات، لسه تعتبر اول مباراه ليه، لسه بياخد رتم المباريات. عندنا لاعبين برضو لسه راجعين من الاصابه زي حسن كادش وزي نيلدو، يمكن لسه راجعين من الاصابه. المدرب بيقول يعني مع كل ده برضو احنا متأثرين شوية، نتيجة احنا كنا حطينا فريق كويس وكانت الأفكار واضحة قبل توقف كورونا، لكن بعد التوقف بقى في صعوبة على المدرب ان هو يختار ال11 اللي هيأدوا المباراة نتيجة الظروف اللي كان بيمر بيها الفريق. ويعني في الآخر المدرب بيقول ان احنا في كل المباريات أدينا من أجل الفوز، للأسف ما قدرناش نفوز. Estou preocupado porque não ganhamos o jogo. E estou preocupado pela situação que estamos, porque aquilo e pela qualidade que temos feito nesta altura já deveríamos ter muitos mais pontos, porque os merecíamos. E agora estou preocupada já em pensar no próximo jogo e preparar bem o próximo jogo no Fateh. O que eu digo é que nós seguimos as metas. O que eu digo é que nós نقدر نستغل الفرص ونكون منها اهداف. القلق بالنسبه لي برضو ان انا اعد كويس بالنسبه للمباراه اللي جايه، القلق بالنسبه لي ان انا ادي نتيجه ايجابيه. وين تخطط المباراه الجايه؟ الامور راحت يا رجل. ما يدري عن ابو عبد الرحمن تعليقك. فعلا هم ما يدري ايش خبر، قالت انه يعني اتخذ، لكن انا اعتقد نقطه التحول في التعاون كانت إدارية عندما استمعوا إلى رأي المدرب الأول في إبعاد جهاد الحسين. وإحنا نعرف الآن جهاد الحسين يعني كلاعب يعني مهم في تشكيلة التعاون العام الماضي وأعوام سابقة ومؤثر. انتقل للرائد، شفت في الرائد الآن مشكل الإضافة المطلوبة، وشفنا الرائد أيضا بالإضافة إلى المدرب المستقر والعناصر. التعاون أيضا عنده مشكلة ثانية، اللاعبين والأجانب انخفض مستواهم بشكل كبير ولا يؤدون حقيقه بما كانوا يؤدوا سابقا. في مشكله عنده في خط الدفاع، خلل اللاعبين، خلل الفني، خلل الاداري. ما ادري عاد هل المدرب دو في بعض الادوار، احيانا بعض المدربين يعني يقدمون ادوار لبعض اللاعبين ما تتناسب مع امكانياتهم. لكن كان سابقا التعاون يعني اللي يشوف ايضا افتقاده لتوامبا. توامبا ترى
اسم فني كان يشكل ثقل كبير على مستوى خط الهجوم في التعاون. اليوم التعاون ترى ما عنده راس حربة يلعب يعني مع الأطراف ويعني تسجيله أصلا شبه منعدم تقريبا. هذه كل أخطاء إدارية تصور صبت في النهاية لأن التعاون يخسر يعني كثير من المباريات بعد العودة. وضعه الآن ترى على فكرة هو نقطيا حتى هو ما هو بعيد عن الخطر يعني. هذا الخطر الخطر الفعلي نعم. التعاون أدخل نفسه الآن دوامة الهبوط نعم. يعني بعد ست خسائر اعتقادنا ست خسائر متتالية إيه من بعد العودة ولا من بعد العودة ست خسائر أكيد أنه في خلل يعني مو هو أكيد في خلل ما يمكن فريق كان عنده 32 نقطة ست مباريات خسائر وراء بعض ويكون ما في خلل لا في خلل من يتحمله أنا ما أعتقد أن المدرب جزء أساسي يعني يعني قد يكون أحد الأسباب بالتأكيد الكل يتحمل لاعبين إدارة جهاز فني لكن مو هو وقتها بالنسبة للتعاونيين الآن أنهم يدخلون نعرف من الخلل الأهم أنهم يبعدون بعد المواسم الرائعة اللي قدموها أنهم يبعدون في نفسهم عن المنطقة اللي وضعوا أنفسهم فيها بست خسائر متتالية صح. يعني قالة المدرب إذا كان الناحية النفسية والمعنوية أعتقد أنها تأخرت شوي على الأقل قبل مباراتين أربع خسائر وراء بعض صحيح في واحد يجي يقول لك يقول لي شيء المدرب لا في بعض الأحيان ناحية نفسية شلت المدرب تسوي ردة فعل حتى يعني شفنا مثلا مع الوحدة أول مباراتين مع العيسى الفريق استطاع أنه ينتصر وعاد بقوة للمركز الرابع دائما فريق يتلقى خسائر شيلة المدرب أو التضحية خلنا نسميها في المدرب هذا شغلكم يا رؤساء الأندية طبعا أحيانا تضطر تضحي في مدرب حتى لو كنت مقتنع فيه أكلمكم أنت الصراحة صح. عشان يسوي شيء نفسي للعيبة ردة فعل وحملهم مسؤولية الآن إدارة التعاون بتقولهم أنتم تشتكون من المدرب يلا مسؤوليتكم المباراتين الجاية وروني بس في أندية ما سوت كذا يا أبو تركي يعني كل الاتفاق والله أكل خسائر اللي قال أمين وشوفوا الحين 40 نقطة طب الاتفاق سريع أبو تركي الاتفاق تكلمنا عنه وعن العطوي يعني أنا قد قلتها أكثر مرة سعدت في يوم من الأيام أني عملت مع هذا المدرب المميز أسأل الله له التوفيق دائما وأنه يستمر في الدوري المحترفين سواء مع الاتفاق أو مع غيره طيب أبو خالد على الاتفاق التعاون أكيد أسهبنا وتكلمنا عنه على الاتفاق أنا حقيقة أتصور الاتفاق يعني الموسم هذا تحديدا حقق الأهداف التي بحث عنها أني يقدم نفسه بشكل جيد مركز الاتفاق الآن يعتبر أنا وجهة نظري للإدارة الحالية منجز لها على اعتبار العمل اللي قدمته في المرحلة الماضية الاتفاق لابد أن نفصل الاتفاق الحالي ليس الاتفاق الثمانينات فريق يبحث عن إثبات وجود في ظل المنافس مثل الرائد مثل التعاون في منطقة الوسط الخالد العطوي يعني حقيقة قدم جهد كبير لكن أيضا الاستقرار بشكل عام في الاتفاق هو السبب الرئيسي يعني ساعد الاستقرار الإداري يصدق الإداري والفني واللعيبة هو سبب العنصر ساهم بشكل كبير في تجهيز الاتفاق أن يستقر حتى في مسألة الهدوء مع أن العنصر الأجنبي فيه أيضا لا يشكل فارق كبير مقارنة أنا أختلف معك يعني أنا أعتقد أنه في الأخير لا أبو عبد الرحمن لحظة من الأفضل أقول الأجانب في الاتفاق اسمع أقول لك صح لكنهم متى بدأوا في الفترة اللي بعد العودة شفنا الأجانب ولا طيب. من قبل صراحة واحد كان زي رايز شوف بس خالد العطوي الحارس هذا ثلاثة أربعة نتائج اتفاق طيب. كبير فيها خلينا نشوف الزميل فيصل الملوقي واللي تحدث أيضا مع مدرب فريق الاتفاق المميز خالد العطوي شوف إذا في شكر الشكر لله ثم لإدارة النادي مش لي أنا الشكر لله ثم لإدارة النادي اللي قاعدة تعرف وش تسوي آمنت بالفلسفة اللي قاعدين نتبناها آمنت بأهدافها آمنت بالأشياء اللي قاعدة تعملها على استراتيجية ومنهجية واضحة في العمل أنا أقول إحنا بدينا من بداية الموسم لسه ما وصلنا للطموح الشيء اللي نبغاه من خلال عملنا أنا أتكلم عمل فني بالضبط من خلال العمل الفني أنا أتحدث الآن عن العمل الفني ما أتحدث عن أي شيء آخر النتائج هذه توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ولكن أكرر وأقول الإنسان لابد يعرف أنه كل شيء يحصل له خيرة من الله سبحانه وتعالى كل شيء يحصل له خيرة من الله سبحانه وتعالى لا أنا ما أنا مسؤول أني أرد أنا مسؤول أني أعمل فقط لغير الرد مش لي لأني أنا يعني مش موجود هنا عشان أتكلم مع فلان وأرد على فلان لا إحنا موجودين عشان نعمل فقط لغير ونقيم عملنا إحنا وأكرر وأقول النتائج هذه توفيق الله سبحانه وتعالى ولكن أنا عن نفسي وعن الجهاز الفني الموجود الجهاز الفني قاعدين نقيم عملنا مثل ما
ناجحين اداريا، مثل ما احنا ناجحين اعلاميا، مثل ما احنا ناجحين طبيا، مثل ما اللاعبين ناجحين، احنا نحاول يعني نعمل المعادله معاهم ونوصل للمستوى الايجادي اللي قاعدين يوصلون لهم، سواء اداره النادي ولا الاجهزه الموجوده في في في, في كيان الاتفاق. فاحنا مش مسؤولين نرد على احد، احنا مسؤولين نعمل ونقيم عملنا فقط لا غير. احنا يعني الحمد لله كنا متدرجين في المستوى الفني، خلينا نقول يعني نصعد الى اعلى الحمد لله، والنتائج الحمد لله قاعده يعني كرم الله سبحانه وتعالى موجود في هذه النتائج. اللي حصل احنا كنا متوقعينه. فريق التعاون اكرر واقول فريق مميز جدا جدا على المستوى الفني وحتى على مستوى اللاعبين. العمل الفني موجود واضح على ارض الملعب، لذلك احنا يعني وش نبغى من المباراه اخذناه. الشوط الثاني كان السيناريو مثل ما رسمناه بين الشوطين، وجدناه سنحت لنا العديد من الفرص من خلال الكلام اللي قلناه للاعبين بين الشوطين، ما توفقنا في التسجيل الحمد لله رب العالمين. احنا نبغى نكون فريق مميز قادر للمنافسة في سنوات قادمة طويلة، وعندنا فلسفة فنية تبغاها إدارة النادي أنها تكون هذه الفلسفة. لما يذكر نادي الاتفاق يعرفون وش الأسلوب اللعب اللي يلعب فيه الاتفاق، وش الفلسفة والهوية الفنية اللي يبغاها الاتفاقيين. والهدف الثالث اللي هو تحقيق النتائج الإيجابية اللي ترضي طموحنا مع أهدافنا الثانية. وضحت الصورة؟ لكن ما كان الهدف النتائجي هو الأسمى بالنسبة لنا. لا، الهدف الاثنين هدفين ان احنا نرسم هوية فنية خاصة بالاتفاق، لما يذكر اسم الاتفاق يعرفون وش هو اسلوب الاتفاق. الشيء الثاني بناء فريق قوي قادر على المنافسة. انت اليوم لو ترجع للإحصائيات تجد احنا اقل معدل اعمار في الدوري ككل في 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 منح فرص دقائق اللعب للاعبين الصغار، وهذا الشيء اللي احنا نبغاه. طبعا معك حمد صحي على حديث خالد العطوي، يتكلم على يمكن جزئيه خلينا نوقف معك فيها، انه يعني على الرغم من النقد انا دائما عملي في الملعب او ارد من خلال الملعب. يعجبني فيه ثقته صراحه الكابتن خالد، يعني من الكفاءات الوطنيه المميزه اللي اثبتت نفسها وبجداره صراحه. سعيد جدا انه الاتفاق يصل لهالمركز وينافس على المركز الرابع مع مدرب وطني بكفاءة الكابتن خالد العطوي. أنا أعتقد أنه المنهج الصحيح لأي رجل يريد النجاح خصوصا في منظومة كرة القدم أنه يركز على العمل بعيدا عن التصاريح. ما يدخل في الحديث. وشفنا نماذج كثير حتى على مستوى إدارات أو مستوى مدربين أو حتى لاعبين. في كثير من اللاعبين ترى عبد الرحمن وأنت أدرى مني يعني في كثير من اللاعبين ما يحب الحديث الإعلامي كثير. صحيح. يمكن يا الله حتى في المكزون يا الله يقبل انه يطلع وكلمتين وخلاص، لانه احيانا كثره الكلام تجرك لامور اخرى ما يحمد. طيب. عقباها. خل نروح للمباراه اللي بعدها ونشوف اهداف مباراه الفيصلي والوحده بصوت الزميل احمد النفيسه. الله الله، قائم بقائم، والان انفراد انفراد انفراد. احمد يا اشرف، احمد يا اشرف، احمد يا اشرف. ثابت ما غير هذه. الله الله الله، جيليرمي جيليرمي والكعبي جيليرمي الان ياخذ العمق ويشوت. الله، ياهو جول ياهو جول ياهو جول جول. الويسينهو فرسان مكه يقلصون بالهدف. طيب، في لقطة يمكن كانت في المباراة، مباراة الفيصلي والوحدة، لمدرب الفيصلي شاموسكا، خلينا نشوفها هو جالس يرسل فويس نوت. طبعا عاد نشوف هو لمين رايح الفويس نوت. لا يصير رايح مساعد برا الملعب، ايش القصة فيه؟ يصير رايح المدلج بس، ها؟ وممكن المدلج اتوقع يكون مساعدة مع مساعد المساعد. لا اعرف انه ترى انا نمزح مع الاجهزة الجالسين في البنش، لكن انا اشبه مباراة اليوم بمباراة نهائية على مقعد آسيوي. أعتقد أن الفيصلي أثبت جدارته، أثبت أنه أكيد الوحدة الموسم هذا أيضا موسم مميز جدا على مستوى النتائج والمركز، لكن في اعتقاد الشخصي أن الفيصلي الأكثر جدارة مع احترامي وتقديري لكل الفرق المتنافسة
على المقعد وليس انقاصا منها، كل الفرق اللي تتنافس قدمت موسم ممتاز. أي بس الفيصلي هو الاكثر جداره في وجهه نظرك، وجهه نظره الاحق بناء على الاعطاء الفني اللي مقدمه في الموسم. صحيح. والعمل على مقعد ولا مقعدين؟ لا على المقعد. لا اقصد يعني في اكثر من مقعدين. اي لا انا اقصد يعني على ضمان واحد من المقعدين. اي يعني هو يستحق، يعني سواء ثالث او رابع يستحق الفيصلي على اللي قدمه من الناحيه الفنيه، مع انه في فرق ثانيه ايضا قدمت هذا الموسم. اتفق معك. لكن الفيصلي في اعتقاد شخصي اكثر شوي. فيصلي طيب. والرائد خلينا نروح بروح بس اسمع شموسكا اذا سمحتوا لي. الزميل ناصر الشبان اجرى لقاء مع مدرب فريق الفيصلي شموسكا. نشوف شموسكا درب الهلال في فتره ماضيه، الدوري يتبقى عليه جولتين، الهلال يحسم دوري كاس الامير محمد بن سلمان المحترفين، ماذا يقول؟ eu acho que o título é bastante merecido, é realmente a melhor equipe da competição, não sobra. Então eu acho que é merecido o título e é, com certeza fruto do trabalho que foi realizado já desde da conquista da Ásia. بصراحة يعني يعني ما جاتش بالصدفة، يعني الهلال على مجرى كل الدوري كان يستحق، كان يقدم أداء جيد، وكمان يعني ما جاتش بالصدفة، يعني العمل اللي كان يعني مشغلين عليه من قبل، وهنيئا لهم وتنهنئهم من هذا المنبر هذا. Hilal também teve uma ação muito importante, foi o primeiro time a chegar com todos os jogadores aqui na Arábia Saudita para reiniciar após a pandemia. Eles se organizaram muito bem e foram a primeira equipe a chegar aqui. واحد النقطة جد مهمة اللي ما نساوهاش، الهلال من أول الفرق اللي وصلوا يعني بعد جائحة كورونا، هو أول فريق يعني رجع كل لعيبة الأجانب ديالو، أول فريق بدأ الاستعداد ديالو، هو أول فريق اللي كان مستعد يعني بأيام قبل بداية الدوري. طب نروح المدرب الآخر مع زميل أيضا ناصر الشبان، واللي أجرى لقاء مع مدرب فريق الوحدة عيسى المحياني وأول هزيمة. أوكي يا عيسى نشوف. شباب ما قصروا اليوم، يعني بدأنا المباراة بشكل كويس، قبلنا هدف من خطأ مننا، حاولنا نرجع يعني في المباراة، الهدف الثاني ممكن صعب المهمة شوية علينا، لكن الفريق بادر، هذه مباراة راحت لسه، الكرة ما زالت في الملعب، عندنا مباراتين بإمكاننا، وعندنا الإمكانات وعندنا القدرات اللي تؤهلنا وتخلينا فريق يستحق ياخذ بطاقة التأهل. أنا مع المدرب كارينيو وما اختلف ممكن شيء كثير، لكن اللي وضع في المباراتين السابقة يعني الفريق كان عنده إصرار وعزيمة أنه يوصل لهدفه، هو التأهل للبطولة الآسيوية، قدرنا نحصل على 6 نقاط، اليوم خسرنا، الكورة كذا زي ما نفرح بالفوز نتقبل الخسارة ونعدل أخطاءنا ونحاول نعوض في الجاي. خالد، على هذا العقد بالنسبة للرائد عوض خميس، لاعب مفيد اليوم للرائد عوض؟ والله يحتاج الرائد على مستوى المركز؟ أنا أتصور إدارة فادي المطوع ما قدمت على هذه الخطوة إلا
بالتنسيق مع المدرب، ربما المدرب يحتاج أن يعزز الصف الثاني للفريق. أما مسألة أن عوض خميس يلعب في ظل المجموعة الموجودة في حالة فريق الرائد في هذا اللي اسمه سلطان فرحان، لاعب محور مميز أطراف، يعني فريق الرائد صراحة لا يمكن عندهم أبو خالد محمد العمري بينتقل منتقل فيحتاجون تعويض. أنا عوض خميس لا أشوفه ظهير يسار صراحة جيد. طيب. ربما يسد يعني يقوم مباراتين يعني صفقة تعتبر جيدة ولا ما هي جيدة؟ إلى حد ما إلى حد ما جيدة، إلى حد ما لكن هو الواضح إذا الرائد سنة ما هي جيدة. إذا الرائد يبحث عن مراكز متقدمة أعتقد عوض خميس غير مفيد في المرحلة القادمة. طيب وقتي انتهى، شكرا لكم ضيوف اليوم على وجودكم معي في الحلقة. شكراً على كل الآراء والترك اللي طرحت منكم. شكراً لكم أنتم على المتابعة، نلتقيكم بإذن الله غداً في أمان الله.